صباح الفل يا جدعان، النهارده كده عايز اعمل حاجه جامده خالص. المهم يا جدعان، قبل اي حاجه كده انا اللي عملت صفحه جديده على الفيسبوك، عايز الناس كلها كده تخش تظبط لي الدنيا. النهارده احنا جينا اشترينا زيدان، بس انا مش هحطه في التشكيله دلوقتي ولا هظبط الدنيا دي دلوقتي غير لما نعمل حاجه واحده بس كده انا عايز اقول لكم عليها، ان انا عايز انفق، عايز امشي بقى في المسار، عايز امشي في المسار واجيب رونالدينو. فين توكن؟ عايز امشي في المسار. لا مش ده، هنصرف كل التكن وهنصرف كل حاجة، يعني النهاردة هنصرف كل حاجة. لو فين هو ده، عايز اصرف النقاط دي كلها ونشوف هل هنجيب رونالدين هم ولا مش هيكفي ولا ايه النظام. المهم احنا عايزين نصرف، بس مقلق ان انا مجبوش بصراحة، مقلق ان انا مجبوش، بس بشكل عام عايز اعمل كده كذا حركة. بس عايز ابص على جريزمان اشوف سعره وصل كام، لو لسه غالي ممكن نبيعه من دلوقتي. طيب نمشي في المسار الاول ولا نصرف التوكن الاول؟ يلا نصرف التوكن، تعال نصرف التوكن دي يمكن يطلع لنا حد، يمكن نصرف 3500 جوارة، 3 3 نصرف 3 3. يلا كمية لعيبة ايه بالعبط، 3 3 يا رب يطلع لي نيمار، نفسي يطلع لي نيمار والله، نفسي يطلع لي نيمار، نفسي. مفيش برضه، مفيش. طب ايه، طيب طلعي لي اللاعب الذات 90، هطلع لي اللاعب الذات 90 يا رب يا رب. لا لاعب كده اكيد زرخرة، اكيد لاعب زرخرة. زرخرة زي ما توقعت، زي الخرز زي ما توقعت، اخر 3 توكينات. يلا ماشي كويس، جالي 100 المعزز مهارة. تعالوا في حاجة كده عايز اعملها، يلا ننفق التوكن دي، ننفق التوكن دي. عامة انا ما حسبتش، ما شفتش اي حاجة، فكر امشي كده على طول، بس مش عارف هل لازم احسب. انا معايا 180 ألف، نصرف وزي ما تيجي تيجي. يلا بينا على طول، يا ربنا يستر بس كده وتكمل معانا على خير، عشان انا مش عايز الفيديو يطول. بس يا رجاله وحشين، يا رجاله والله يا جدعان، معلش مش عامل، اللي مش عامل سبسكرايب يعمل سبسكرايب، اللي مش عامل سبسكرايب يعمل سبسكرايب، بدينا اهو بشارككم كل حاجه ضروري، بس النبي عشان الدنيا خربانه معايا، والنبي عايز اوصل لفيلم مشترك قريب. تمام، يعني خدنا توكن وخدنا حاجات تانية ممكن نروح نصرفها برضو النهاردة. بصوا هنصرف كل حاجة، يعني انا خلاص ما نخلي الفيديو ده صرف وتظبيط التشكيلة، الفيديو ده صرف وتظبيط التشكيلة، اللي هم مكملين يا رب بس تعرف تكمل معانا. انا جالي كمية لعيبة يا جدعان، يخرب بيت كده يا جدعان، ايه ده، انا مش عارف عدد اللعيبة اللي عندي في البتاع بتاعي، مش عارف، كتار قوي. هو انا بيبقى معايا كام توكن؟ بيبقى معايا 600 توكن، كويس اوي، 125 معزز مهار، قشطة. يا رب تكمل ان شاء الله تكمل على خير، ان شاء الله تكمل على خير. يلا 11 لاعب زاد 70، معاك 100 لعيبة يا جدعان، يا نهار اسود، والله العظيم اقسم بالله، يعني مش عارف اعمل المقايضة ولا استنى المقايضات مضمونة ولا اعمل ايه بالظبط، بس ماشي يا رب نكمل، بس يا رب اعرف اكمل. احنا فاضل لنا قد ايه يا ابوي؟ لسه شويه اكتر، لسه شوية اكتر، لسه شوية حلوين، يا رب يجي رونالدينهم. بس بدأ ياخد بال6000، رقم كبير اوي، 6500 ومعايا 10,700,000 توكن، حلوين اوي، بمعنى قد ايه؟ يلا 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 يلا
ربنا يستر. كل دي كمية لعيبة، كل دي كمية لعيبة. قربنا يا رب نلحق رونالدينهم يا رب، ما يكونش في عك ولا عوق يا رب، عشان والله مش طالبة تحويش تاني. ايه ده، جالي لاعب حلو. المغرب سي ام، المغرب دي ولا ايه دي؟ المغرب دي مش عارف والله. تقريبا هي المغرب. تونس. كازيميرو انا عايز اجيبه، كازيميرو والله. اوبا، 12,000، 12,000 ليا في مفتريين، 14,000. شكلي مش هكمل، شكلي هيبقى ناقصني كذا حاجة. 16 18 20، مش عارف هنكمل ولا ايه النظام، ولا هنحتاج تاني. جالي لاعب ايران، مش عارف ان والله بتطلع اللعيبة زخرة ليه كده يعني يا جدعان، والله العظيم حرام والله. 18,000 كده هيتبقى لنا شوية، عايزين نقاط، عايزين نقاط. مش عارف اعمل ايه بقى. ايه الطريقة اللي نجيب بيها نقاط؟ ايه الطريقة اللي ممكن نجيب بيها نقاط؟ بصراحة مش عارف. في طريقة هنا نجيب بيها 3,000 نقطة. هو في انت ماشي مقايضة، طيب دي 1,500، دي 1,500، تمام كده. شكلنا هنضطر نستنى. وانا باخد كام كل يوم؟ والله ما عارف، والله ما عارف باخد كام كل يوم. 3، هذه في 3، وهنا 1,500، هنا وهنا اقول 1,500. يعني باخد في اليوم 6، باخد في اليوم 6. هو فاضل كام يوم على الحدث ده؟ عشان انا مقلق. تصريح النجم لسه 5 ايام. طيب الرئيسية، ثانية واحدة نبص. باخد 6 وانا معايا كام؟ فاضل لي 10، يعني هنجيبه بعد يومين. يا عم ماشي، يا عم ماشي. طب نبدل بقى تعال انت عم زيدان، تعال انت عم زيدان. عايز اعمل لك بس تدريب بس كده، ننقل الرنكات بتاعتك. فين الولد جريزمان؟ تعال انت كده، يلا خد يا عم حلال عليك. وتعالوا نبيع جريزمان. فينك يا عم جريزمان؟ شكرا يا جريزمان على احلى الاوقات اللي احنا قضيناها مع بعض. نعمله ب 8,400 عشان يتباع بسرعة. تعال ناخد الحاجات دي، خدنا 1,000 كمان كده، معانا 11,000. تيجوا نجرب زيدان، تعالوا نجرب زيدان. لازم ازوده بصراحة، ده زيدان اصل ده هيقعد معانا في التشكيلة شوية حلوين، انا لازم ازوده وازوده وازوده كمان. تعالوا نجرب، نجربه في ماتشاية كده على السريع. انا مروع عليك والله يا جدعان، روع عليا، روع عليا، روع عليا يا جدعان. تم العثور على خصم. يا رب يكون البنج كويس عشان ما افصلش واقفل، يا رب يا رب كده يكون البنج كويس. يلا كده نخربها، نوطي الصوت. ضدي معاه كريستيانو رونالدو، نفسي يطلع لي والله، بس مش عارف، بحس فان بيرسي شديد برضو يعني. فان بيرسي مادي مش وحش. فينك يا عم زيدان؟ عايز اشوفك يا زيدان، فينك؟ هوبا انا بلعب على البتاع دي. يلا يا عم هاجي، حلو، عاش يا عم هاجي، عاش يا عم هاجي، حلو. على طول على طول كده فاهم، سكة سكة الدنيا.
ماشي يلا يا زيدان، لحد دلوقتي ما شفناكش يا زيدان، لحد دلوقتي الماتش 7 دقايق ما شفت زيدان. انا شريك بحاجة و40 مليون، فلازم تكون جامد. اهو زيدان على فكرة يا ولد، يا جوردي ألبا، عاش يا عم زيدان. والله عاش يا رجالة. اوبا مستني اخر الباس عشان خاطر اجيب الواد اللي اسمه فرناندينيو ده، او مش عارف اسمه ايه، والله مش عارف اسمه، والله المدافع ده اللي في الستار باس. رجاله ياض حلوه، ياض حلوه حلوه، ياض حلوه، ياض حلوه فشخ، حلوه فشخ والله العظيم. بص 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 الحلاوه، عاش عاش وربنا، عاش وربنا. طب احنا عايزين نحط، ماشي كده كده زدان قريب من الملعب، انا عايز احطه الناحية التانية، عايز احطه ناحية دي ماريا كده عشان انا بلعب ناحية الناحية دي كتير. والله الواد السي ام التلاتة مهارة ده انا مش عارف بجد، من بعده خايف اجيب سي ام ما يعرفش يدي معايا نفس الاداء اللي الواد ما يديه بصراحة. زيدان اهو، زيدان اهو، مش عارف حاسس في مشكلة في زيدان في الاستامنة. اوف كنت اكمل بيها، كنت تكمل بيها يا عم فان بيرسي، فان بيرسي عشان انا بتلخبط والله بين فان بيرسي وبين واحد تاني. تنزل يا عم جندوان، نزلك هنا بس، عاش وربنا. عاش وربنا، عاش. يلا انزل يا عم جدوان يا حلو، يلا 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 يلا، مش عايز ازعل، مش عايز ازعل، مش عايز ازعل، بس دي عرضية طبعا، مش عارف اصدها لو حصل ايه. ده بص كيزا بينط، بينط على دماغه، فاهم؟ اتمنى اللعبة تتظبط في موضوع العرضيات ده. يا لهوي، هو كريستيانو كان داخل الدخلة دي؟ هو انتوا مالكوا يا رجالة، ما تشدوا كده في ايه؟ والله كيسة حلوة، حلوة يا كيسة، حلوة يا عم كيسة. اوف 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 اوف، ده الدون ده عاش يا كلوبالي، والله تسلم لي يا دي كلوبالي، يا تسلم لي. بس الواد بيلعب على التعادل، عايز يفوق، عايز يتعادل، الواد عايز يلعب يتعادل. جندوان مش عارف ليه ما بنزلك يا جندوان، الدنيا بتبوظ والله. جندوان مش حلو والله، جندوان مش حلو يا رجالة. طب ايه، طيب احنا مش هنقضيها كده، طيب عايزين نخلص. طيب انزلوا بقى، يا بوي يا لهوي، كانت خلاص كانت جاية والله العظيم. جندوان انت مش حلوة جندوان، وبطيء يا جندوان والله، والواد ده هيزعلك بجد. طلع له كارت اصفر، طلع له كارت اصفر، بس فعلا حرفيا الواد السي ام ده خارج بجد. اسمه ايه الواد السي ام ده اللي اسمه ماكليلي ده، ولا كده اسمه ايه مش عارف، بس انا عايز اجيب رونالدين. هم طوروا 30 رانك، هنجيبه ان شاء الله الفيديو الجاي. يا زدان يا زدان، ماشي عاش.
ماشي عايش يا جدعان والله. فيديو حلو قوي، فيديو حلو قوي، والواد بيدينا ديسلايك. تعالوا نغيظه، تعالوا نغيظه نغيظه. ماشي حلو قوي يا جدعان. ولما اجيب رونالدينهو بقى نصور تاني ونظبط الدنيا بإذن الله قريب. السلام عليكم يا جدعان.